زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، ده جانب من اللي حصل في مركز ومدينة المحلة الكبرى، وتحديدا في القطاع الصحي. قطاع آخر تم تطويره والاهتمام به في مدينة المحلة الكبرى وهو قطاع الطرق، حيث في طفرة كبيرة بيشهدها طبعا قطاع الطرق في هذه المدينة، سواء تطوير شارع البحر، كورنيش بحر شبين، تدبيش ترعة شبين، ففي اهتمام كبير جدا بهذا المحور المهم، هنتابعه ونعرفه مع حضراتكم دلوقتي في هذا التقرير. عندنا طبعا عدد المشروعات القومية زي المشروع الجديد اللي كنا فيه ساعدتكم النهاردة. المشروع ده على مرحلتين اتنين، هو بطول ما يقرب من 6 كيلو و 400 متر. بدأنا فيه المرحلة الأولى 1700 متر، بدأنا فيه رصف الطبقة الرابطة، إن شاء الله شغالين في المرحلة الثانية في التدبيش. المشروع ده مشروع عملاق، ده المشروع لتطوير عواصم المحافظات، مشروع خطة الدولة. المشروع ده رابط ما بين المنطقة الصناعية والخط الدائري سمنود طنطا. عندي برضك رصف شارع البحر، ده برضك بيربط من قلب المحلة من أول بوابة العلو حتى أبو علي. عندي كمان كوبري كهربائي بيربط ما بين المحلة من ناحية السكة الحديد من الخاص من يمين وشمال شرق وغرب المحلة.